ربي، هو كل يوم غسيل ومسح وكنس وطبخ، انا زهقت بقى. انت ربنا ياخدني عشان ارتاح من القرف اللي انا فيه ده. يا ترى مين اللي جاي على الصبح؟ مين؟ يا دبشه بنتي، يا دبشه افتحي، انا صاحبتك توبة. تعالي يا توبة خشي. صباح الخير يا دبشه. صباح النور يا امه. يوه، انت لسه بتنضفي لحد دلوقتي؟ اعمل ايه يا اختي، ما البيت كله تراب زي ما انت شايفه. وماله، ما احنا في العصر الحجري، هو احنا حالتنا غير التراب؟ اسمعي، سيبي كل اللي في ايدك ده ويلا. يلا فين؟ على البحيره، الستات كلهم متجمعين، رقص ودلع. وايه يا بنت، فكي من الكابتن اللي انت فيه ده بقى. يا نهار اسود، ده نظره جوزي لو عرف يقتلني. هو جوزك ده مش هيبطل الحكايه دي بقى ولا ايه؟ ايه ده، راجل خانق بصراحه. ما الستات كلها بتخرج يا اختي، هو خايف عليكي من ايه؟ بيخاف عليا من الديناصورات. احنا فين والحاجات دي فين؟ ده احنا في وسط البلد. اهو بقى يا اختي بيغير عليا. ده انت طلعتي عبيطه قوي يا بنتي يا دبشه. جوزك ده اللي عامل فيها بيخاف عليكي، ومقعدك كده في البيت على طول، بيعمل كل ده علشان هو يروح ويجي على مزاجه، ده عايشها بالطول وبالعرض. لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا جوزي راجل مستقيم وما يعملش حاجه غلط ابدا. مستقيم؟ شلاه يا مستقيم، ده خاربها. انت عارفه يا بنتي ده مسمينه ايه؟ مسمينه ايه؟ عندي الكهوف. اخصى عليك يا غلط يا اخويا، داير تتعندل على الناس كلها ومش عارف تعمل عنزيل عليا. يا حبيبتي بنتي، يا روحي ما تقطعيش قلبي. ما يستاهلش دمعة منك والله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه افكر خالص. لا احنا لازم نشوف صرفه. طب ايه نعمل ايه؟ فكري معايا. نعمل أنا لقيتها. ايه؟ الراجل جوزك ده لازم نعمل فيه ملعوب يعلمه درس يطلع من نفخه كده. وانا عندي اللي هيعمل فيه الملعوب ده. مين؟ ولاد خالتي. عيال ايه؟ دماغهم سم متكلفه، وهيحلوا لك المشكل ده خالص. يا ريت والنبي يا اختي يا ريت. طب بقول لك ايه بقى؟ إيه؟ انا رايحه ادلع نفسي مع الستات شويه على البحيره، وهبقى اعدي عليكي وقت تاني. ماشي ماشي، يلا باي باي. ما تنسينيش والنبي، ما اقدرش يروح الروح، ما اقدرش. يلا باي باي يا حبيبتي، باي باي يا مصطفى.